بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم يا سادس؟ اليوم درسنا بالتربية الإسلامية التكافل الاجتماعي في الإسلام. التكافل الاجتماعي أي التعاون الاجتماعي في الإسلام. بداية نبدأ بمعنى التكافل الاجتماعي أو مفهوم التكافل الاجتماعي، هو تعاون أفراد المجتمع فيما بينهم لجلب الخير لهم أو دفع الضر عن أي فرد منهم. هو التعاون بين أفراد المجتمع فيما بينهم لجلب الخير لهم أو دفع الضر عن أي فرد منهم. نأتي إلى مجالات التكافل الاجتماعي. سؤال بيكون: ما هي مجالات التكافل الاجتماعي؟ 1- أفراد الأسرة، 2- الأقارب، و3- أبناء المجتمع. ما هي مجالات التكافل الاجتماعي؟ أفراد الأسرة، الأقارب، وأبناء المجتمع. نأتي إلى التكافل بين أفراد الأسرة. سؤال بيكون: كيف يكون التكافل بين أفراد الأسرة؟ 1- يعطف كبيرهم على صغيرهم، يحترم صغيرهم كبيرهم، يتعاون كل منهم مع الآخر في شؤون البيت، ينفق الرجل على زوجته وأولاده، وترعى المرأة شؤون بيتها، وتحرص على تربية أولادها. التكافل بين الأقارب. سؤال بيكون: كيف يكون التكافل بين الأقارب؟ 1- العطف عليهم والإحسان إليهم، زيارتهم ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم، تفقد أحوالهم، حسن التواصل بينهم ورعاية ضعيفهم. أما التكافل بين أفراد المجتمع، يكون السؤال: كيف يكون التكافل بين أفراد المجتمع؟ 1- دفع الزكاة، 2- الصدقة، 3- بناء المؤسسات الوطنية، 4- تعليم الفقراء، 5- دعم مؤسسات العلم، و6- بناء المؤسسات الصحية ودور الرعاية للمسنين. حلت لكم السؤال الثالث. أضع كلمة صحيح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. ألف: من الوسائل التي تحقق التكافل الاجتماعي صدقة الفطر. صح. ب: الأقارب الأغنياء غير ملزمين بالنفقة على قريبهم الفقير. خطأ، بل ملزومين. ج: التعاون في قطف ثمار الزيتون صورة من صور التكافل. صح. د: من صور التكافل الاجتماعي ما تقدمه الجمعيات الخيرية للفقراء أو المحتاجين أو المساكين. صح. هيك بكون خلصنا درسنا اليوم. دمتم بخير.